هذا الكتاب انظر فيه
تجر في هذا المخالف ويظهر فقه المؤلف من التدريب لم يذكر مقدمة للكتاب. لماذا؟ لماذا لم يذكر الشيخ محمد بن عبد الله المقدم يكتب فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ هذا الكتاب وضعت فيه من قبيل فيه وتعبت فيه وذكرت فيه كذا وكذا وكذا وروجت فيه. لماذا لم يذكر مقدمة للكتاب؟ أراد أن يعلم الخلق بالخالق توحيد كتاب السنة على الإنسان الأول. الثاني عندما قال كتاب التوحيد هذا كل مقدم وأدل عن نفسه ويختصر على من على معتاد عليه رحمه الله. الثالث هناك في بعض النسخ وجدت في بعض النسخ البسمة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل عنها أنها سقطت من بعد النسخ. سئل معنا أن الأبواب الخمسة كأنها مقدمة لهذا الكتاب أو أنه اقتدى من البخاري. البخاري رحمه الله لم يذكر مقدمة للكتاب الصحيح، أراد أن يعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب متخصص بحديث، هذا الكتاب متخصص بالتوحيد، أراد أن يعلم الناس بالكتاب والسنة، لم يذكر مقدمة للكتاب. أردنا أن نذكر تقسيمات أو فهرسة لهذا الكتاب حتى يعلم. والله أعلم إذا أردنا أن نفهرس هذا الكتاب، نفهرس هذا الكتاب إلى عشرة أقسام. المقدمة القسم الأول في هو الخمس. الثاني تفسير التوحيد. وفسر التوحيد رحمه الله بضده وبضده بين الشيء. الثالث الأدلة والبراهين على عبادة الرسول. لا أحد يستحق العبادة إلا من ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة الله. ثم كالإنسان يسأل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد لما نصح الأمة وبلغ الجهل، لماذا تعشق؟ ما هي الأسباب؟ ذكر السبب كفر الإمام المؤلف والقسم الرابع. ثم المؤلف رحمه الله ذكر القسم الخامس دحك حجة من يقول أن الشرك لا بعد في الأمة وفي الجزيرة، قام ضد الشرك وقال تعلم الناس التوحيد وتدعو التوحيد في الجزيرة كفر الشرك يقع في الانسان او لا يقع في الامم. هذا الذي تراه من عباده الاصنام والانفجار وعباده القبور والروحانيه والصراط والذبح لها وغيرها هذا ليس بشرك. فرد عليهم هذا القسم باب واحد يحفظ ان يقول ان الشرك يقع في الامم من جزيره. ثم من عاده المؤلف رحمه الله ان يجمع ثم بعد هذا القسم جاء القسم السادس الاعمال الشيطانيه الشكل الهانه تغير نظر تسمع نظر في النجوم استصحابها. ثم ذكر القسم السابع اعمال القلوب خوف ورجاء توكل سياتي معنا باذن الله تعالى. القسم التاسع الاسماء والصفات. لم يتجاهل توحيد الربوبيه ولا الاسماء والصفات. ركز المؤلف رحمه الله على توحيد الربوبيه وهذا من احسن ما يكون في التعليم. القسم التاسع افضل قسم الكتاب المناهج والألفاظ الشركية وبعض الشركية وركز المعلم رحمه الله في هذا القسم على الشرك الخفي الأصغر وركز على كفر النعم. القسم الأخير الخاتم ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بباب أمر الله تعالى وما قدر الله حق قدره كأنه يقول مهما وحد الإنسان لم يقم بتوحيد الله الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو غير هذا على مسألة معناه في كتاب التوحيد. نريد يا إخوان نشرح هذا الكتاب بمعنى التعليمات والتقسيمات. نعرف السبب الذي من اجله اورد المؤلف رحمه الله هذا الابواب. ما علاقه باب نجاح المصورين في كتاب التوحيد؟ نرضى الله مع الكتاب. والايات والاحاديث ما سبب اراده المؤلف للايه والاحاديث تحت النقاش؟
سبع وستين باب، إذا عددنا الباب الأول جعلناه باب هو كتاب التوحيد، ونحن نريد أن نسمي هذا الباب باب وجوب التوحيد. ذكرنا لماذا الكتاب التوحيد مش مفهوم التوحيد. إذا الآن بإذن الله تعالى نبدأ القسم الأول وهي المحبة. قبل أن نبدأ أيضا نريد أن نعرف الشروحات، شروحات أعلام التوحيد كثيرة جدا. ماذا تصنع؟ تعطي على شرح واحد عند المقرر القول في تعريف تعترف عليه ولا تقرا اي شيء حتى تنتهي وتنظر ما فيه وتختبر، ثم بعد هذا تمشي الشروحات الاخرى. الدور النظري على كتاب التوحيد من احسن الشروحات على كتاب التوحيد. الكتب التيسير وغيره كتب كثيره شرحت هذا الكتاب. لكن الشرح بين امر الله تعالى في القول المبين جمع ما بين اكثر الشروحات، ثم هو رحمه الله تعالى هذا الكتاب الان تفريغ لدروس الشقه. هذا الذي نريد نحن الان شيء يدرس غير الذي يكون للتاليف. طيب بسرعه هذه الطريقه اسال الله سبحانه وتعالى ان يبدو لكم التوفيق والسلام. ليس كل شيء ترجعوا الى القول المبين واستمعوا الى الدرس احسن. احفظ كل حافظ الامام قال قال قلت لك ان تشرب اعد عليه. نعم قال قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كتاب التوحيد نريد ان نقول باب وجوب التوحيد، لان لو ننظر الادله التي روته المؤلف رحمه الله تعالى كلها تدل على وجوب التوحيد، وكان نقول ان التوحيد موجب الواجبات اول الواجبات. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا إلى الله ولقد بعثنا في كل أمة في كل طاغوت رسولا ما هذا البعث أن اعبدوا أي وحدوا الله واجتنبوا أفضل الطرق عنه. اجعل عباد الطاغوت في جانب وكن في جانب آخر. ومن أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما جاء ابن القيم رحمه الله تعالى أن تجاوز العبد حده من معبود أحجار أشجار أو متبوع على نفسه أو مطاع على من خارجية أم طاعة الله. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك أي ألزم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني قضاء شرعي يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الآية. الآية هذا الكلام من القلب يعني إلى آخر الآية أو أقل الآية. واعبد الله أي وحد الله ولا تشرك به شيئا شيئا نكره يعني كل ما يشرك به من دون الله نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. نعم. وقوله قل تعالى مثل ما خلق ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. الآيات هذه فيها مصالح بدأها بالأمر بالتوحيد وكذلك النهي عن الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل الى خاتمه فليقرأه تعالى مثل ما حرمه عليكم الى قوله وان هذا صراط مستقيما. لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصيه مكتوبه. لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا؟ كانه نظر الى ان هذه الايات جمعت كثيرا منها. كأنها الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته التي عليها خاتمه أي التي لم تغير ولم تغير. إذا لم يوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية مكتوبة. نعم. فليقرأ الأمر من الإشراف. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رقيب النبي صلى الله عليه وسلم على إهمال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله عليك يعني ما حق العباد عن الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد وحق العباد على الله أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فقلت يا رسول الله أكثر أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيبتكئوا. أخرجه في الصحيحين. نعم.
طيب أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث، نعم كل من كان حارب مثل هذا معاذ وقال رضي الله عنه وقال له الحديث، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يوجد حكم واحد، لا يوجد حكم واحد في الشريعة يختص الإنسان بعينه.